ناخد الكابتن حازم الهواري عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. ازي حضرتك يا فندم؟ يا كابتن اسلام ازيك عامل ايه؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن شريف عبد المنعم لحضرتك. يا حازم ازيك حبيبي؟ بقالي زمن ما يا اخي البدله زي ما هي ولا ايه امبارح ولا ايه؟ ايه ده؟ لابس البدله هي بتاعت افريقيا. انت عارف يا شرف فاهم انت عارف اوعى تغير ما بتتغيرش انت عارف اوعى تغير اوعى تغير المحطه احنا كنا بنلعب بالبدله كنا بنلعب بالبدله امبارح. لا هي ما تقلقش في حازم احنا بس بنتكلم على في لعيبه عندك محترفين كتير بتيجي وما بتلعبش. كنا بنتكلم على الروح يعني اللي هي بتاعت اللعيبه والضغط العصبي اللي كان عليها والتصوير وكاميرات مع اللعيبه. يعني الاعلام بقى مشوش قوي على اللعيبه ولا انت ايه رايك؟ انا مش عارف. بص انا عايز اقول لك حاجه الاول يا كابتن حازم، بس قبل ما تجاوب على سؤال الكابتن شريف، انا يعني حابب ان انا ابارك لحضرتك اولا على فوزك بعضويه مجلس اداره اتحاد كره القدم. بقى لنا فتره طويله منذ يعني ما كلمتكش بشكل شخصي، ولكن يعني كل الف مبروك طبعا لفوزك بعضويه اتحاد مجلس اداره اتحاد كره القدم، ده اولا. ثانيا الف مبروك لفوز منتخبنا القومي امبارح في مباراه زي ما الكابتن شريف بقى اوضح ليها طبعا حاجات خلفيه كتيره جدا وسلبيات قد تكون موجوده، ولكن في النهايه ثلاث نقاط ست نقاط في مباراتين في اول مبارتين في تصفيات كاس العالم. كابتن حازم اول حاجه انا بشكرك كابتن اسلام طبعا على التهنئه الجميله منك دي. هو طبعا عارف طبعا دايما روحك معانا ما شاء الله يعني. طبعا يا كابتن طبعا انا عايز اقول حاجه، يمكن برضو هتكلم بس هبتدي من النقطه اللي قالها كابتن شريف طبعا، لان انت بتقول برضو ماتشات الماتش امبارح والتهنئه بيه وفي سلبيات وحاجات دي. موضوع الاثير حول ان المنتخب هناك وفي اعلام كتير وفي ناس كتير وحاجات دي كلها. نعم. انا عايز اقول احنا معانا راجل مدرب، المفروض راجل مدرب عالمي، يعني السي في بتاعه مش انا اللي بقول، السي في بتاعه راجل درب انتر ميلان ودرب ستيفيا وراجل درب انديه كتيره جدا ووصل لنهائي كاس اوروبا، يعني راجل المفروض ان هو قوي جدا. نعم. هذا الرجل اي طلب او اي حاجه بيقولها بالنسبه للمعسكر بتجاب، بمعنى انا عايز معسكر في الحته الفلانيه حاضر، انا عايز المعسكر ده دول يخشوا او دول ما يخشوش حاضر. نعم. اليوم ده انا عايز اعزل لعيبتي حاضر. فاكيد لو كان الراجل شايف ان هناك تجاوزات او هناك في زياده في اعداد الناس الحاضره والاعلام و كان قال. لكن الراجل انا حتى انا برضو سالته السؤال ده فقال انا اولا مش واخد لعيبتي سجن، انا واخد لعيبتي اولا في الفندق اللي نازلين فيه بدون ذكر اسمه يعني. نعم. فندق ممتاز. نعم. في ناحيه يمين وناحيه شمال، هو عازل لعيبته في دور لوحدهم في ناحيه لوحدهم خالص، وفي الاوقات المطلوبه هو عايزها بيعزلهم، بمعنى ان اول يومين ثلاثه في المعسكر اللعيبه انت شايفها في الاوتيل بعد الغداء اليوم ساعه ساعتين بعد العشاء زي ما انتوا مثل لعيبه دوليين وعاشرتوا معسكرات كتيره. نعم. خلاص. لكن اخر يومين لما نرجع من بعد التمرين بنرجع اللي هي بتختفي تماما ممنوع انك تنزل تحت. ده طبعا بناء على طلب المدير الفني يا فندم. بالظبط كده. نعم. فانا عايز اقول ان المعسكر لا معسكر ممتاز، معسكر نموذجي. الناس اللي بتشتكي تقول لك اصل كان في ناس كتير في التمرين، هو الراجل لما بيقول انا مش عايز اروح ولا واحد في التمرين. الراجل بيقول لك انا ما فيش حد شوش عليا، ما فيش حد ضايقني، حتى العدد اللي كان موجود في التمرين ما كانش عدد كبير زي ما انت بتقول يعني. لا هو ممكن يعني يا فندم يكون واخدها من الناحيه الايجابيه ان ده بيزيد اصرار اللاعبين في ظل وجود اعلام وفي ظل وجود صحفيين كتير. يا كابتن شريف برضو لازم تشاركنا في هذا الكلام يعني. والله وزي ما حازم قال كده، هو عندهم بروسيجر يعني، هم ماشيين على نظام ومفيش حد طالما المدير الفني راضي بالظبط، مفيش اي حاجه حصلت ومفيش حاجه اتصدرت للعيبه او اي حاجه. بس بتلعب غانا والمره الجايه عايزين نستفيد، عايزين لعيبه برضو اكتر تركيز لان احنا خلاص احنا ربنا ادانا حاجه كبيره قوي حازم، 6 بونت دي عايزه ماتش اوغندا نكسب هناك. مش عايزه كلام احنا يعني احنا انا مش عايز اخد نقطه من اوغندا وارجع. لا 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 لا, لا, لا. انت بتقطع بقى الشك اليقين بمباراه اوغندا. نعم. هو ده من هنا ان شاء الله لغايه اللي يدينا العمر ربنا 9 شهور لسه 9 شهور بالظبط هيكون لعيبه تانية دخلت المنتخب ولعيبه ظبطت ولعيبه اتعالجت ولعيبه بقت على شكل، مش هنعرف الظروف شكلها ايه، كل مباراه وليها رجالها وليها مظبوط.
اتفضل يا كابتن حازم. انا عايز اقول بس برضو النقطه بيز مباراه امبارح، يمكن ناس كتير انتقدت قالت المنتخب ما اداش مباراه العاليه. لسه كنت هسالك يا فندم، يعني الشارع المصري في اراء بتتكلم على ان انا يهمني الثلاث نقاط، انا عايز اخد ثلاث نقاط، من زمان قوي لم اصل لست نقاط في اول مباراتين في تصفيات كاس العالم. وناس تانية قالت ايه، لا يا جماعه طب ما هو احنا خدنا ست نقاط ولكن اداء دفاعي واداء مهتز واداء كذا وكذا وكذا. انت ترد عليا، هل عايز اداء جمالي وتكسبش؟ ما هو حضرتك لو حضرتك اتفرجت على، انت كنت، لا انا هرجع لك، انت احساسك ايه وانت قاعد في الماتش؟ لا انا هرجع لك يا كابتن حازم، ولكن لو حضرتك انت احساسك كان ايه في الماتش هساله دلوقتي. ولكن انا كان في اول انا بالنسبه لي كاسلام وكبرنامج ملعب الشاطر، انا جبت المباريات اللي لعبها كوبر منذ تولي الاداره الفنيه وحتى الان. كوبر لعب 9 مباريات رسميه و8 مباريات وديه. 9 مباريات رسميه، فاز في 7 مباريات وهزم في مباراه وتعادل في مباراه بمعدل 81.5%. بالنسبه لي الارقام بتقول ايه؟ ان هذا الرجل فعل ما لم يفعله غيره. وصلنا لكاس امم افريقيا بعد 2012 و2013 و2015 لم نصل، ثم 6 نقاط من مباراتين في كاس العالم. الاداء انا اقدر اتكلم من هنا انا والكابتن شريف وحضرتك 10 ايام قدام، كل واحد يقول رايه، لكن في النهايه الورق والواقع والارقام بتقول ان هذا الرجل نجاح باهر. يبقى حضرتك رديت يا كابتن اسلام على اللي انا عايز اقوله. احنا عايزين نسمع رد حضرتك بقى يا فندم. انا هقول لك لا عايز اقول لك، كنت هقول نفس الكلام بس هقوله بطريقه ثانيه. هذا الرجل لما جه اتحاد الكره تعاقب معاه من حوالي سنه و8 اشهر او حاجه كده، نعم، كان هناك طلبين او هدفين قدام اتحاد الكره بيقولهم للراجل. نعم. واحد، عايزين نوصل كاس العالم. 2، عايزين نعود لكاس افريقيا. طبعا هو عيب نقول ان مصر تعود كاس افريقيا، بس بالقياس الى ان احنا زي ما انت قلت 3 دوائر. لا هو ده اللي حصل. نعم. ده الواقع، احنا ما وصلناش، يبقى احنا رجوعنا لكاس افريقيا ده برضه هتعتبر انجاز بعد الثلاثه اللي ما نعم الثلاث كاس افريقيا اللي هم العجاف دول. الراجل عمل ايه؟ وصل كاس افريقيا وعن جداره بعد ما هزم نيجيريا في مصر وتعادل معاها. نعم. يعني 13 نقطة من 15 نقطة فعلا. وما وصلش يا كابتن اسلام على اكتاف فريق ضعيف، ده نيجيريا. نيجيريا احنا شفناها دلوقتي متصدرة مجموعتها بست نقط. وكسبت الجزائر 3-1 أول امبارح. ما بقول لك متصدرة مجموعتها وكسبانة زامبيا في زامبيا. 6 نقط. أول حاجة. تاني حاجة، فالمطلوب منه الوصول لكأس العالم. حتى لحظتنا دي هو محقق الجزء اللي أنجز بدرجة 100%، كسب الماتشين علامة كاملة، 6 نقط في طريقنا للوصول لكأس العالم. ما وصلناش لسه، لك راجل محقق ده. نعم. يبقى الراجل اللي بيحقق ده يا كابتن اسلام اعتقد ان لازم نسيبه يشتغل بطريقته. نعم. محدش يتدخل ومحدش يقول لك لا اصل احنا ما عملناش الكره الحلوه. عملنا ايه بالكره الحلوه؟ هل انت من سنه 90 حتى الان 26 سنه وصلت كاس العالم، حد فاكر مره يقول لك اصل ما هو لعبناها حلوه بس ما وصلناش كاس العالم؟ هتوصل الكلام ده. الناس بتفتكر امتى وصلنا كاس العالم؟ بس خليني اقول لحضرتك ان الراي الاخر يا كابتن حازم، ويعني لا بيتقال ان يعني بهذا الاداء وبهذا المستوى وبهذا الشكل من هذا الاداء الناس خايفه على المنتخب. على الاقل مش بنقلل من شان الراجل على فكره. احنا خايفين يا حازم على المنتخب من اللي شفناه امبارح، يعني خايفين ان الراجل بيلعب بخطف جوال على احنا اللي بنلعب على كره مرتده، مش احنا الرياكشن بتاعنا للفرقه اللي احنا بنلعبها. هو ده بس اللي الشارع الرياضي انقسم فيه. طب شريف يا كابتن شريف، خلينا نتفق ومش عايزين نضحك. البرتغال مش من شانه على فكره. لا كابتن، انا بس برضو عايز اقول لك حاجه، البرتغال كيف فازت ببطوله كاس اوروبا؟ ما ده السؤال. البرتغال، هل حضرتك كنت بتستمتع والبرتغال بتتفرج؟ لا كابتن شريف، بس بستمتع بحاجة مهمة جدا. اتفضل. أداء تكتيكي عالي جدا، أداء تكتيكي عالي جدا. عالي جدا. طبعا مع طبعا قياس مع الفارق. نعم. مش قارن بالبرتغال، بس بقارن بالطريقة. نعم. الراجل بيقول لك امبارح، قال لك أنا عايزين ألعب ماتش جمالي وأفتح الماتش ونجيب ونهاجم. طب يا كابتن حازم، ممكن أسأل حضرتك سؤال في النقطة دي تحديدا؟ أنا عارف، هل ممكن حضرتك أو يعني كمجلس إدارة اتحاد كرة القدم يعني هتجيبوا الراجل؟ طبعا مبروك والكلام ده طبعا ويستحقه طبعا. ويستحق احسن من كده كمان، لكن هل هتوصلوا له مخاوف الشارع المصري؟
عايز اطمنك ان مخاوف شعب مصري واصلاله واصلاله يعني بالامانه، لان بقولك انا بعد الماتش امبارح انا اتكلمت معاه في العشاء، كنا حضرنا عشاء طبعا عن طريق الكابتن محمود فايز طبعا مدرب المنتخب والمساعد، وقال راجل بتجربه في منتهى الشفافيه، قال له يعني الناس بتقول ان احنا ما لعبناش الكوره، قال له انا عارف وانا ده اسلوب لعبي ان انا واقعي جدا اشوف الامكانيات اللي معايا ايه واعملها. انا لو كنت فتحت مباراه مع غانا يعني ده كلام للكابتن شريف قاله على فكره بالظبط، كنت اتغلب كنت اتغلب لكن هل كنت تحبه كده؟ احترام المنافس ولا العب بالطريقه دي واخد الثلاث نقط؟ لا طبعا تلعب بالطريقه دي وتاخد ثلاث نقط. وبعدين هقول لك حاجه بقى يا كابتن اسلام، اتفضل يا فندم. لو تراجع كوبر من ساعه ما جه تقريبا بيلعب نفس الطريقه من ساعه ما جه، وخلي بال حضرتك بنفس تقريبا اللعيبه يعني عايز اقول لك التغيير في حدود 10% كتير 15% مظبوط، ونتيجه الاصابات او غيابات. نعم ولكن الراجل بيلعب بنفس السيستم اللي هو التامين والخطف، هو ده بيلعب كده على طول. هتقول لي طب مع تنزانيا وتشاد كنا بنهاجم اكتر، طبعا ما هو كل طريقه ليها تطوير يعني، انا لكن السيستم واحد. وبعدين انت كويس قوي ان بجالك مدرب بتلعب بسيستم واحد، بتلعب بتشكيل واحد زي ما انت قلت يا كابتن اسلام. يعني خلي بال حضرتك يا كابتن حازم، انا اسف ان انا بقطعك، لكن من زمان قوي كابتن شريف برضه ما بنبقاش عارفين مين اللي هيلعب، لكن احنا دلوقتي حضرتك لما يجي يقول لك التشكيل بتقول ايه؟ فلان وفلان 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 الماتش ده باستثناء واحد او اثنين. الماتش ده كان حضرتك كنت مختلف مثلا معايا على رمضان الماتش ده كان كل الناس بيتكلموا في حضرتك رمضان صبح، ورمضان صبح هيبتدي ولا لا؟ ولا تريزيجيه؟ لا ولا تريزيجيه، فالناس كلها كانت عارفه انه هيلعب بباسم مرسي، وانا اول واحد قلت باسم مرسي من القوه ومن المشاغبه انه يلعب على اثنين محترفين زي دول محترفين، دول اربعه محترفين ورا بالجول كمان، انا بعتبر الجول اللي واقف ده بتاعهم اللي هو كابتن شريف قال كلمه حلوه جدا يا كابتن حازم، منتخب عالم، منتخب عالم، بتلعب منتخب العالم، يعني منتخب العالم ده قال واحد فيهم في امريكا، يعني قال واحد فيهم محترف في امريكا. الناس دي بياخدوا 40,000 جنيه استرليني في الاسبوع كل واحد، نعم واكتر يا كابتن سي حازم في الاسبوع 40,000 جنيه، انت بتلاعب ناس هنا نص فرقتك غير محترفه او تلتينها غير محترفه. بس حضرتك عارف بقى يا كابتن حازم المعادله صعبه قوي، المعادله صعبه، لكن خليني اقول لحضرتك واخدك لمنطقه ثانيه يا كابتن حازم، ان كاس الامم الافريقيه الناس كان طموحها ان احنا نصل الى كاس الامم الافريقيه، ده اللي بقوله. فبعد ما وصلنا كاس الامم الافريقيه ازداد الطموح، واصبح دلوقتي الشعب المصري اكيد حضرتك الناس بتقابلك في الشارع تقول لك ايه يا كابتن حازم عايزين ناخد كاس امم، يا كابتن حازم عايزين ناخد كاس، مش ده اللي حصل دلوقتي ولا ما بيحصلش؟ ولا يفرق مع الشعب المصري كاس الامم ده وعايزين يبقوا في كاس العالم. وطبعا ما طبعا لكن انا بتكلم عن القادم، كله بيتكلم كده حازم دلوقتي، وصلونا كاس العالم عايزين نروح روسيا من غير فيز الشعب كله هيهاجر يا حازم وراك على كاس العالم. انا النهارده فعلا ناس قابلوني، نعم الناس، هو طبعا زي ما كابتن شريف قال بيقول بالظبط، الناس يهمها كاس العالم اكتر، ولكن احنا دايما احنا شعب يعني، او اي واحد انسان طماع يعني، قال ايه مظبوط النهارده الناس تقول لي ايه، لا احنا ماشيين كويس قوي كاس العالم وصلنا كاس افريقيا، ليه ما ناخدش كاس افريقيا؟ طبعا الطموح زاد والمطالب زادت، لكن عايز اقول لك احنا برضو ناس عقلانيين، احنا ننافس على كاس افريقيا، لازم ننافس على كاس افريقيا، مش عايزه كلام، لازم ننافس. انا مصر اكتر بلد واخد كاس افريقيا 7 مرات، اللي بعديه مش عارف واخد 4، انا من حقي انافس، من حقي انافس، طموح مشروع بنلعب لينا سيستم دلوقتي، بنلعب بيه فهننافس وان شاء الله ربنا يكرمنا، لكن هدفنا الاهم هو وصول كاس العالم. يعني يا حازم انا عايز ليا طلب قبل ما انساه، اتفضل. انت عندك لغايه شهر 8 اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وانت راجل انا عارف انت قد ايه بتفهم في الكوره، وعندك ولدين ان شاء الله واعيين جدا هيكسروا الدنيا منهم فرويد انا بامن بيه، انا عايزك تصنع لي فرودين من الدوري العام باي شكل. مظبوط انا معاك 100%، انا بقى يعني، واثنين كمان ورا مع الاثنين اللي كانوا في قمه اداء. خلي بالك في رامي ربيعه برضو لو رجع ان شاء الله بعد الاضافه يعني. نعم بليز يا حازم، وخلي بالك في الوش، المكسب يغرنا ونروح في دقيقه في، خد حسام باولو ده واعمل له معسكر معاهم، مش مهم يلعب، المهم يبقى جوه، يبقى محتاجه، يبقى خد الناس اللي هي في الدوري شغاله يعني، يا كابتن ثقه يعني يا كابتن خدهم معاك زياده، دخلهم في الفورمه،
شوفهم حازم، دي شغلتك انت وشغله الباشمهندس هاني وشغله حازم وشغله يعني طبعا انتوا بتفهموا في الكوره كويس قوي. بص انت بتفهم في الكوره كويس قوي، انت لغه الشارع، انت اللي خلاك خدت ثلاثه افريقيا، ان انت وحسن شحاته جايين من على الرصيفه مع الناس، انتوا بتنزلوا الرصيفه تحت اتفضل يا كابتن حازم وعارفين الناس بتعمل ايه، كسبتوا ثلاث بطولات عشان مظبوط عارفين لغه الملعب، احمد حسن ازاي يخش جوه ال 18 وياخد ضربه جزاء ويشوط امتى ويعمل ايه، بركات مش موجود هنا يعني. لا وبعدين انتوا فاهمين كوره كويس قوي، وانت عارف انا عايز اقول لك ايه، مش هنفضل على فيرود واحد والاثنين اللي ورا دول لوحدهم يا عيني لو واحد فيهم متعور. لا وبعدين معلش يا كابتن يعني. شريف حضرتك بتتكلم برضو على المدافعين، المدافعين في الونش دلوقتي في الزمالك لعيب كويس قوي، محمود ده رامي ربيعة بصوا له يعني بصوا للناس دي. لا ما طبعا الايام بلاش اللي تكسبوا لعبوا لحد دلوقتي. انا عارف اللغه بتاعتنا كنا ما بنغيرش الفرقه الا لما نتعادل او نتغلب. ودونجا برضو في وسط ملعب في لعيبه كويسه جدا في مصر، نعم عايزين ندخل الولاد دول في الفورمه لغايه شهر 8. ماشي نسمع يا كابتن حازم، اتفضل يا كابتن حازم. هو الراجل قال بالامانه نفس كلام الكابتن شريف، قال انا اكيد هضم عناصر جديده الفتره الجايه، هو الراجل قال من نفسه. طب كويس. قال لي ان انا العناصر اللي معايا عناصر ممتازه جدا، لكن هم دول الافضل في هذه الفتره، مش معاني هم الافضل ان خلاص هم الحكر المنتخب الحكر عليهم. نعم. قال لك انا محتاج بعض العناصر، مش هقول فين طبعا، طبعا راجل طبعا دي حاجه مش ممكن اقول لك انا عايز بس ايه مثلا مش عايز هاف ديفندر يقوم يحبط اللي عنده انا مثلا، لكن هو بيقول لك انا محتاج في بعض المراكز بعض الناس اللي هشوفها الفترة الجاية وهضمها للمنتخب. قالوا الحمد لله يربيهم بقى لغاية شهر 8 بالظبط، يرعرعهم بقى. عايزين عيال سوبر رانر في الملعب. مظبوط. عايز ولد انا بيعمل لي الكونتر من نص الملعب للفيرود مع الباك مع العرضيات. مظبوط مظبوط. عيال فايقة وطمعانة انها تلبس الفانيلا. تمام كابتن حازم، بس سؤالين اخيرين عشان انا عارف ان احنا طولنا شوية مع حضرتك، لكن اولا حسام غالي هل هناك اي مشكله تخص حسام غالي، ولا لو هو من الناحيه الفنيه جاهز ان هو يعود هيعود؟ والله الراجل يعني مسؤول في هذا الموضوع ووعد واكده. نعم. قال انا ما عنديش اي مشكله مع حسام غالي. تمام. وحسام غالي قال لك لعيب عالي جدا فنيا، ولكن يمكن في المرحله عالي صح؟ طبعا قال لك عادي. اصل حضرتك يعني ممكن تتسمع عادي. لا وراجل انا اي عنصر هستفيد بيه هاخده. نعم. لكن يمكن في المرحله اللي فاتت دي ما كانش يمكن بس يعني بيناسب الطريقه اللي هيلعب بيها. تمام. قال لك اي وقت هضم حسام غالي، طبعا انا هضمه، انا عايز المصلحه العامه. طبعا الراجل ما عندوش على فكره ما عندوش شخصنه مع حد. طبعا كابتن حازم، ايضا بعد المنظر الرائع اللي احنا شفناه امبارح سواء دخولا وخروجا واثناء المباراه من الجمهور، متى يعود الجمهور مره اخرى للدوري العام المصري؟ والله يا كابتن اسلام زي ما انت قلت ان امبارح كانت يعني والتجربه الثانيه يا فندم بعد الزمالك دي نيجيريا ويوم نيجيريا كان طبعا بعد نهائي افريقيا العام نادي الزمالك. نعم. ودخول وخروج الجمهور في زي ما وصلوا نادي الزمالك كان سباق في هذا الموضوع. نعم. اعتقد نجاح التجربه امبارح في مع منتخب مصر ده هيشجع او يسرع بعوده الجماهير. في خطوات فعلا بدات يا فندم ولا لسه؟ في خطوات، وفي المهندس هاني ابو ريده بيعقد اجتماعات كثيره جدا هو العميد ثروت سويلم مع الامن عشان يحطوا ضوابط او يحطوا شروط لعوده الجماهير، يمكن تعود مثلا بشروط معينه بعد مثلا عدد قليل في الاول. ماشي يعني نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بالظبط. جمهور مثلا الاهلي بيلعب مثلا مع الاتحاد في مصر يبقى جمهور الاهلي بس اللي يحضر، لو في اسكندريه يبقى جمهور الاتحاد، ده مبدئيا يعني شو في مقترحات كتيره بتتعمل هينفذ منها بعض هذه المقترحات عشان عاوز الجميل اللي بجد هيبقى بقى احنا بلد كبير وبلد عظيم. واحنا هنشوف مشاكل غير في ماتشات الاهلي وفي ماتشات الزمالك، احنا ما لو حصل مشكله ولا حاجه بتبقى في الماتشات الكبيره. لا خلي بالك الكبيرة. لا الاتحاد الفرق الكبيره المصري والاسماعيلي والاهلي والزمالك. احنا لا في احنا عايزين في نفتح في. احنا عايزين نفتح من الماتشات اللي هي درجه ثانيه يعني انا عايز اقول لك بقى المجموعه بقى دي تخش تعمل جماهير اصعب كتير اصعب بس انت اديك بتجرب في حته خدت بالك انت بتفتح لها زي ما انت لا كابتن حضرتك عارف ماتشات الدرجه الثانيه بتبقى عامله ازاي. لا خلينا نتكلم في الدرجه الممتازه الاول وبعد كده يعني حلها الف حلال. لا بس انا عايز اقول نقطه برضو اتفضل واحده واحده. ماتشات الدرجه الثانيه لو تدقق بس الناس مش واخده بالها بيحضرها بعض الجمهور وعدد اكبر من اللي بيحضر ماتشات الدرجه الاولى يعني عايز اقول ايه رغم ان في حظ بس مش رسمي حضور غير معلن يعني في جمهور بتحضر بيحضر مباراه عدد لا باس به في ماتشات الدرجه الثانيه وزي ما قلت الكابتن اسلام في ماتشات في القسم الثاني
اصعب جدا. لا 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 اصعب كتير. بس انت بالمكسب ده فتحت نفس الجماهير بيني وبينك يعني، ما اقفش برضه في حته ان هم يرجعوا ان شاء الله باذن الله. كابتن حازم نعديها بسرعه الحته دي. كابتن حازم شرفتني ونورتني، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. شكرا جدا. شكرا جزيلا كابتن حازم الهواري، عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم الحقيقه.